التيشيرت امبارح يا شريف بتاع كابتن خطيب طلعه الشناوي وادالك كابتن خطيب رقم 10، كنتوا متفقين على الموضوع ده؟ بصراحة يعني أنا عن نفسي ما كنتش ما كنتش تعرف بصراحة كنتوا متفقين يا كهربا؟ التيشيرت في البيت عندي والله خدته يعني انت اللي انت خدته؟ لا انا مش اللي عامله، بس بعد ما بعد ممكن بتاع كلنا اتفاجئنا، احنا اتفاجئنا كلنا بصراحه. خدته بقى بعد الماتش، دخلت الاوضه. بس خد بالك يا كابتن، لما بتكون مفاجاه بتبقى حلوه. ما انا عشان كده بسال. انا اعتقدت ان انتوا كلكم مرتبينها او حاجه كده. انا ما شفتش اللقطه، خلي بالك يا كابتن. انا اصل احنا كنا بنحتفل هناك فشفتها وانا داخل بجيب تليفون عشان نقعد نصور، فشفت اللقطه. فلما دخلنا بعد نرقص وكده فاحتفلنا، فراح فكرت قلت فين التيشيرت من خطيب عشان خاطر اخده عندي في البيت ابروزه، يعني احطه في مع الميداليات. خدت انت التيشيرت ده؟ يعني هو كان تيشيرت واحد وانت اللي خدته؟ خدته. طب معايا في البيت. والكابتن كابتن خطيب سابك تاخده؟ ما كانش خطيب باين اداه لحد. خلي امين يعمل له واحد. فا وشريف يعمل، خلي حد يعمل له واحد. والله ان شاء الله حد هيعمل لك واحد. طب كويس جدا، ده يعني اعتقد ان الحاجات دي بتبقى حلوه يا شريف. طبعا يا كابتن خطيب وجوده معانا زي ما كابتن سامي قال بيدينا دافع وحافز كبير جدا، ووجوده دايما بيطمنا دايما. قبل كل ماتش بيبقى في محاضره بيتكلم معانا وبيدينا الثقه يعني. ما بيتكلمش معاكم فنيا ولكن بيتكلم معاكم يعني معانا طبعا. بيدينا الثقه يعني، بيديك حافز وحاجات كده. كابتن وجوده مهم جدا معانا، ودايما وشه خير علينا، ودايما معانا في الماتشات الخارجيه اللي هي المهمه جدا الصعبه. كابتن خطيبه كهربا، الناس ممكن تقول ان احنا بنقول الكلام ده لمجرد ان احنا بنلعب في النادي الاهلي او في قناه الاهلي او كذا او كذا او كذا. لا يا كابتن، يمكن بص انا هحكي على حاجه. يمكن يعني طول عمري يمكن والدي ووالدتي مربيني على عادات وتقاليد كده، حاجات يعني انا لما بتعامل مع الناس دايما بحبهم جدا، يعني الناس اللي بيتعاملوا معايا كويس وبيحبوني جدا بفضل اكبرهم طول العمر يعني. وده مش كلام انا، هو يستاهل اكتر من كده يعني. يمكن مش عشان كلام في التلفزيون ولا كل الناس عارفه. كابتن خطيب ده حاجه كبيره جدا وقيمه. ممكن اي حد عندنا، اي حد زي ما كابتن سامي كان بيقول، لو بيروح يتصور معاه بيبقى نفسه ان كابتن خطيب يتكلم معاه كلمتين. والله العظيم بجد يعني كلنا. فبالنسبه لي بالك بقى تلاقيه معاك في الطياره ومعاك في الاوتيل ويتكلم معاك واحنا في قطر. يمكن سوبر لاني بتمرن كويس جدا، وراح بعد التمرين ناداني فاداني مكافاه يعني. كنت سامع مع بعض. كنت سيد صرفتها؟ لا ده انا لا ده بروزها. حاجات كده. لا يا كابتن، الحاجات دي ببروزها يعني. الحاجات دي تاريخيه وخليته يكتب لي عليها والتاريخ وكل حاجه يعني. والله بالنسبه لي دي حاجه كبيره. فانا من صغري باي مكان اروحه او اي حته اروحها الناس اللي بتعامل معاها لازم اكبرها وبحبها. انا بحب الناس كلها يعني.